للمزيد حول صراع النفوذ الأمريكي الإيراني في العراق ينضم إلينا العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام عبر الهاتف من اسطنبول. مرحبا بك سيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي، كيف تقرأ ما أفاد به بعض المسؤولين في حكومة الكاظمي أن واشنطن بصدد خفض عدد دبلوماسيها العاملين في سفارتها ببغداد؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. مساء النور. نعم، أكيد بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحسابات المستمرة لوزارة الخارجية الأمريكية وما يتعلق بتعديل تواجدها الدبلوماسي الخارجي في السفارات والقنصليات بما يتماشى مع مهامها الدبلوماسية وضمن التقييمات الأمنية في البلدان التي تعمل فيها. أضف إلى هذا بأنه قد تأتي هذه الإجراءات ضمن عندما يكون هناك خطر مباشر وتهديد وشيك على الموظفين العاملين في هذه الأهداف الدبلوماسية، وبالتالي هناك خوف كبير جدا من حدوث أعمال عنف قد تطال هذه المنشآت في الفترة المقبلة. كما أنها تأتي ضمن إجراءات التحسب من أي عمليات انتقامية قد تقدم عليها إيران ردا على اغتيال العالم النووي حسن زادة، لذا فهي تتحسب من عمليات عنف يمكن أن تستهدف وهذا ما تستهدفهم. هذا ما صرح به مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لشبكة CNN، قال إن الإيرانيين يريدون الانتقام سواء من مقتل سليماني التي قربت الذكرى السنوية لاغتياله، واحتمال أن تقوم الميليشيات الولائية التابعة لهم في بغداد أو في العراق بتنفيذ عمليات انتقامية على السفارة الأمريكية كجزء من الرد الإيراني على عمليات الاغتيال التي تطال الكثير من القيادات الإيرانية. ماذا عن المعلومات التي تتحدث أيضا يعني عن أن القوات الأمريكية أجرت تغييرات جذرية بقاعدة عين الأسد الجوية دون علم الحكومة؟ نعم، لو رجعنا للاتفاقية الأمنية التي وقعت بين بغداد وواشنطن والتي أوجبت على واشنطن أن تستحصل موافقة العراق على إجراء أي أعمال تخص البناء والتطوير والتحوير، على أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية السلطات والحقوق الكاملة على هذه المنشآت، ولكن ما جرى من عملية تحوير وتطوير لهذه المنشآت بدون استحصال موافقة الحكومة العراقية على مثل هذه الإجراءات تعطي دلالة واضحة على أن واشنطن لا تنوي الانسحاب من العراق خلال هذه الفترة، وأن هذا التوسع يأتي حسب متطلبات قواتها في العراق وضمن التطورات التي تجري في المنطقة بما فيها تطور الأحداث والتصعيد العسكري المتبادل بينها وبين إيران. في سياق هذا الحديث يعني أيضا يعني هناك أمر آخر ما نقلته وكالة رويترز عن أن إيران تعزز نفوذها بإنفاق ملايين الدولارات على تطوير المزارات الشيعية في العراق. برأيك إلى أي مدى هو اتجاه إلى مزيد من النفوذ الإيراني؟ نعم، لا شك أن إيران تحاول ترسيخ نفوذها ضمن استراتيجية بعيدة المدى باستخدام قوة ناعمة تعمل على ترسيخ التوسع والنفوذ من خلال السياحة الدينية، الأمر الذي يحقق لها مردودات اقتصادية ضخمة، كما أنها تأتي ضمن وجود إيراني دائم بما يخدم مشاريعها الأيضناجية والتوسعية الإقليمية في المنطقة. لذلك ما تقوم به الآن إيران في العراق من عملية شراء لكثير من الأراضي ومن عملية توسعة وتطوير للمزارات التي تشمل ما يقارب 17 مشروع في محافظة كربلاء والنجف وسامراء، وتنفذه مؤسسة الكوثر المملوكة للحرس الثوري الإيراني، هو جزء من مخطط كبير تديره إيران في العراق، علما بأن هذه الشركة تعمل كقاعدة استخباراتية ومخابراتية وتقوم بنقل الأسلحة من وإلى إلى إيران. وبالتالي نحن حقيقة أمام نفوذ إيراني متصاعد في العراق، وهو يأتي كجزء من التنافس والنفوذ ما بينها وبين المملكة العربية السعودية سواء كان في العراق أو في المنطقة. طيب، في المقابل هناك حديث عن رغبة من الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربة لإيران قبيل رحيل ترامب. إلى أي مدى ترى أن هذه الضربة يعني ستكون يعني لو في حال وقعت ستكون لإيران مباشرة أم أنها يعني ترجح أن تكون لأذرعها في أي دولة ترجح؟ نعم، نحن أمام شهر حاسم من التحدي والتصعيد العسكري بين إيران وبين واشنطن. إيران تهدد بالرد على مقتل العالم النووي، وواشنطن تهدد بعمل عسكري رغم المعارضة الكبيرة جدا في البنتاغون والكونغرس والمخابرات لأي ضربة عسكرية يقوم بها ترامب
خلال هذه الفترة. ولكن السؤال، هل هذه الضربة ستكون مباشرة على إيران أم إنها غير مباشرة؟ أنا أعتقد بأنها إذا كانت مباشرة فإنها ستنعكس بصورة كبيرة جدا على عموم المنطقة، لأنه إيران لديها وكلاء في هذه في بلدان متعددة، في العراق وسوريا وفي اليمن وفي لبنان، يمكن أن تستخدمهم للرد على الضربة الأمريكية، وهذا سيعتمد على طبيعة الرد الإيراني. ولكن أنا أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تضع نفسها في موقع دفاعي كونه لا يخدم مصالحها الحيوية في المنطقة ولا يخدم إسرائيل، لذا فهي تمارس سياسة الضغط القصوى على إيران بشكل كبير جدا. لذلك أنا أتوقع بأنه إذا كانت هناك ضربة قد تكون إما في الساحة اللبنانية أو في الساحة العراقية تحديدا. نعم، سبق وأن عندما اغتيل قاسم سليماني يعني هددت إيران أيضا بالرد، إرسال أمريكا الولايات المتحدة قاذفة B-52 إلى مياه الخليج العربي، هناك أيضا مخاوف من اندلاع حرب مع إيران، يأتي مع في سياق سعي ترامب لتوجيه ضربة لإيران قبل رحيله عن البيت الأبيض. هل ترى يعني بعد مرور يعني قربت ذكرى مقتل واغتيال سليماني على المجيء، هل تتوقع أن تكون هناك ضربة فعلية 100%؟ نعم، أنا أقول بأنه إرسال هذه الطائرة الاستراتيجية والقاذفة الاستراتيجية إلى المنطقة هي رسالة تهديد واضحة لإيران وحلفائها في المنطقة، وهي تأتي ضمن سياسة الردع الأمريكي في المنطقة، علما بأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي وصفت مهمة الطائرة بالطويلة وإنها لردع إيران وطمأنة الحلفاء والمحافظة على حرية الملاحة والتبادل التجاري، كما أنها أوضحت بأنها لا تسعى لإحداث صراع في المنطقة ولكنها ستكون ملتزمة بالاستجابة لأي طارئ في المنطقة. إذن هي تأتي ضمن التحسبات الأمريكية وضمن التصعيد المتبادل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران خلال هذا الشهر الذي تتزايد فيه احتمالية توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في البلدان التي لها فيها نفوذ كبير جدا. شكرا لك العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.